عييت من قلب من بعد الله من مرت من 2018. وبعد مولاي صاحب الجلالة وال هو الدم قبل كل شيء طرقت كاع البيبان مبقاتش عندي الصحة عييت من قلب من بعد الله. انا كنوجه الرسالة ديالي باش كنحاول نوصل الهضرة ديالي على صحتي واخا مبقاتش عندي الصحة. تللت ما خليت على من هضرت على صحتي، ما عنديش متبرع من العائلة، حتى واحد فيهم ما عنده نص فصيلة الدم. فالأمل ديالي الوحيد الله ينصرك سيدنا. رسالتي كان نحاول نرسلها لك. طرقت كاع البيبان من بعد الله عز وجل، انت هو املي الاخير. انا راه كنحاول نجدك من مرت من 2018 وما عمر الهضره ديالي ما وصلت، ولكن قلت واخا توقفي لعظم الاخرين ديال صحتي غنبقى ندير النداء ديالي تنوصل الهضره ديالي. اللي شاف هذا الفيديو هذا الله يجزيكم بخير، راني عييت من الدياليز، باغي كنطلب على صحتي، باغي عين زرع كلوة، ما عنديش متبرع من العائلة، ما عندهمش نص فصيلة الدم. انا مقيد في اللاحة الانتظار في بنوروج ديال الدار البيضاء في موريسكو 7 سنين دابا. يا الله يجزيكم بخير المسؤولين، ديروا لي شي حل، راني عييت من الدياليز. الله يجزيكم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد مولاي صاحب الجلالة والمهابة، بعد تقديم فروضي الطاعة والولاء لحضرتي جلالتكم ملكنا الحبيب، أتوجه لك بالخصوص وأنا أبتسم فيكم الخير الوفير، أن تساعدونني في أن أزرع كلية. أنا أمين هلالي الذي أعاني لأزيد من 7 سنوات من الفشل الكلوي، والحمد لله ضاقت بي الأحوال وحال صحتي له لا محال، وليس لي سواكم بعد أن طرقت جميع الأبواب لم تفتح في وجهي. سافرت للولايات المتحدة الأمريكية وأنا لا أملك حتى قوتي اليوم، أحارب الساعات من أجل صحتي، عانيت وبكيت وتحسرت، دللت وحطمت ولم أجد من يسفح يدي للنور. ألتمس منكم أن تشملوني بعطفكم الأبوي وبرعايتكم وعنايتكم بعد ما ييسر لي الله التشرف بتقديم هذا المقطع بين يديكم. يا مولاي صاحب الجلالة، فما خاب من وقف أمام أعتابكم الشريفة، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. كنت من رسالتي توصل حد 7 سنين وانا كنعاني وصوتي لحد الان مازال ما وصلش. يا ربي راني كنطلب على صحتي، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، عان زرعك الوراني تأدبت عييت، فكنت من صوتي يوصل. هو الدم شو ويدي شو ساعتي كي ولدت شو حالت جو ايت
بخير اليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. يلا خرجت من الدياليز قبيله، عرفتي كنخرج عيان مع فمي مع الكلاوي ديالي ناشفين وماتوا، حتى الذات ديالك كتحسها من الداخل ناشفه منها حتى فمك، معناتها الفم ديالك خصك دوز بشويه ديال الماء ديك الساعه تحس براسك شويه. استغفر الله، حيت الهضره كتجيك السخفه ما كتقدرش تهضر. كنحيد هاد السكوتش كيما قلت لكم، كدير ليا حساسيه حتى ما كتوالمنيش البيضه اللي ديك الاخرى، الدم كينشف في البلاصه تضرني حيت كتجيب ليا الحكه ويديا كتبدا تضرني. واش شحال ديال الزغف كتنطر هاد السكوتش هادي، شتي ملي كينشف الدم كيولي كحل. ايوا دو نهارنا شو يديا اللي كيسولني علاش يدي دايره بحال هكا، راك الحمد لله انا يدي دايره بحال هكا، راه كاين اللي عنده مكفس من يدي في راسكم بعد، راه يدي شويه ما راه كاينين شي يدين الله يشافي شي ناس راه اكثر من العرق ديالي اللي انا من فوق، كاين اللي عنده يدو قد قد هكا من فوق. الله يشافينا والله يشافي اي واحد مريض يا ربي. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.